في عناوين النشرة: مصادرة أسلحة وقذائف من منزل لبلال دقماق في طرابلس. تحرير الإرهاب والمحكمة الدولية بتوقيع واحد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. مخيم النازحين في القرعون الذي تحول إلى منازل. هذا الأرض انعملت تكون مخيم شبابي. بعد اليوم لكل منطقة سكلينها. بجوز يكون الشركة واحدة، بجوز يكون خمسة. بالتكافل والتضامن، حرب وشمعون مرغمان. للقبول بتمديد الاستثنائي. الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وسط توتر شديد. تفاصيل هذه العناوين وغيرها من الأخبار ترقبوها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. بمرحلة أولية ومع ترنح المليارات الوهمية لدعم الجيش، فإن المؤسسة العسكرية تتسلح مما تصادره بعد المعركة الأخيرة في طرابلس والضنية. فعمليات الدهم يبدو أنها تعبئ مخازن، وفيها من كل أنواع السلاح: قذائف، قناصات، عبوات جاهزة لا ينقصها سوى التفجير، وصولا إلى الصواريخ. السلاح برجاله تجري مصادرته وتوقيف المطلوبين، لكن دهم منزل ذوي الشيخ بلال دقماق اقتصر على العتاد من دون مالكه الموجود حاليا في تركيا. واللافت أن كميات من هذه الأسلحة لا تزال تنتج في باب التباني محلة سوق الخضار، على الرغم من دخول الجيش إليها وتمشيطها بعد انقضاء المعركة، ما يؤشر إلى احتمالين: إما أن المقاتلين تركوا وراءهم ذخائر لم تكن منظورة بالعين العسكرية المجردة، وإما أن هناك من بقي تحت الباب يفخخ ويزرع عبوات للجيش، وبينها واحدة جرى تفكيكها اليوم وتزن 23 كيلوغراما. اليد الأمنية الطولة تعقبت ذوق الحبالصة وأوقفت أبو عمر حبلص الذي ظهر بالأمس على قناة الجديد وكان يعتزم مع مجموعة شبابية عقد مؤتمر صحفي اليوم ينقلب فيه على كل المرحلة التي استخدم فيها شباب الضني وقودا لمعركة سياسية. حبلص استعاض عن المؤتمر ببيان دعا فيه إلى الجهاد أمام أطفالنا ولقمة عيشنا فقط، منتقدا السياسيين وشيوخ الدرهم ممن غادروا البلاد مع أطفالهم وزوجاتهم، وممن تمتع بالحصانة وحرضونا على الجيش ليحرقوا شبابنا. وختم البيان الحبلصي بعبارة: لا سامحكم الله لأنكم استعملتمونا رصاصا لبنادقكم، يا من خنتم دينكم وطائفتكم لحساباتكم الشخصية وجمع المال. ما إن انتهى البيان حتى أصبح موقعه في قبضة الجيش. أما الرسوم التشبيهية الواردة في النص فهي ليست لأشخاص وهميين، بل لقادة، منهم من هرب ومنهم من لا ينتظر لأنه يتمتع بحصانة قابلة للتمديد. وعلى مواقيت أزمة العسكري المخطوف، فإن ذويهم ينتظرون أن يترجل الموفد القطري فيفرج عن معلومة يبلغها إلى الجانب اللبناني. لكن وبحسب أحد أشقاء العسكريين فإن الأجواء إيجابية وقد تسفر عن أنباء سارة. في السياسة لا أنباء سارة ولا من يسرون، ومن اليوم حتى الأربعاء المقبل لن يبحث النواب في المخرج التشريعي للتمديد فحسب، بل في المخرج الخلفي الذي سيغادرون منه القاعة العامة بعد أن يكونوا قد ارتكبوا فعلا تشريعيا فاضحا أمام الرأي العام. منهم من سيهرب متأثرا بأسلوب هرب الإرهابيين من طرابلس متخفيا بزي نازح، ومنهم من بدأ من الآن يستعين بمواهبه الدستورية
لتغطية موقفه عندما يمدد، كحال الدستوري الكبير وزير الاتصالات النائب بطرس حرب الذي كبر الخطر ولفه بغلاف جوي من المواد القانونية واستحضر المؤامرات الكونية وانهيار الدولة وتعطيل حزب الله قبل أن يعلن أنه مرغم على التمديد. إذن الجيش يصادر أسلحة ورشاشات من منزل يعود إلى بلاد دقماق ويفكك صاروخا وخمس عبوات مفخخة من طرابلس. في إطار متابعة الإجراءات الأمنية التي تنفذها وحدات الجيش، وبحسب بيان صادر عنه، رصدت قوة من الجيش في محلة أبي سمراء تحركات مشتبها فيها لأشخاص ينقلون صناديق مجهولة المحتوى وبطريقة مريبة، فدهمت المكان حيث عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة وقواذف أربيجي وقناصات وذخائر متنوعة. وبنتيجة التحقيق تبين أنها عائدة إلى المدعو بلال دقماق، وسلمت المضبوطات إلى المرجع المختص وبشر التحقيق بإشراف القضاء المختص. انقطع الشارع من أوله لآخره، ضلوا تقريبا فترة ساعة من الزمن هون، طلبوا منا إنه ما يدل حدا أبدا بالمنطقة، فنحن اضطرينا إنه آخر شيء زيارتنا هون تركناها ورحنا إنه ما قدرنا نمرق. هي البناية هيدي كلها اسمها بناية الضقمة، بس بصراحة ما بعرف إنه كل واحد أي طابق، وهي اسمها بناية الضقمة. وأوقفت قوى الجيش أيضا في منطقة طرابلس 8 لبنانيين لإقدام بعضهم على إطلاق النار وبعضهم الآخر على رمي قنابل يدوية باتجاه مراكز الجيش في أوقات سابقة، كما أوقفت 6 سوريين للاشتباه فيهم ولتجوالهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية. وفي أثناء تفتيش وحدات الجيش عدداً من منازل المشتبه فيهم، عثرت على صاروخ مفخخ وخمس عبوات ناسفة معدة للتفجير في سوق الخضار في باب التبانة، عمل الخبير العسكري على تفكيكها. وبموازاة ذلك استكمل بيت الزكاة والخيرات حملته الإغاثية لليوم الثالث على التوالي في التبانة، حيث سلم حصصاً فورية لكل الأسر في المناطق المتضررة ومحيطها، والحملة مستمرة لغاية ظهر السبت. نحن مباشرة بعد انتهاء الأزمة والأحداث بالتبانة، انطلقت فرق البحث الاجتماعي بهيئة الإغاثة ببيت الزكاة والخيرات إلى منطقة التبانة، وبدأت بإجراء مسح ميداني كامل لكافة المنازل والمحلات الموجودة في المناطق المتضررة، وتم صرف مساعدات غذائية عاجلة في اليوم الأول، ومن ثم تم ولا يزال صرف حصص غذائية كبيرة لكافة هذه الأسر في هذه الشوارع. وفي عكار نفذت قوة من فوج المغاوير عملية دهم لمنزل العسكري عبد القادر أكومي الذي قتل مع الإرهابيين في الضنية، بحثا عن شقيق خالد المعروف بتأييده للمجموعات الإرهابية. وجرى أيضا دهم عدد من المنازل في زوق الحبالصة في حلبة، من بينها منزل يحيى حبلص حيث عثر على كمية من الأسلحة والذخائر، وأوقف فادي إبراهيم وفؤاد حبلص المعروفان بانتمائهما إلى مجموعة الشيخ خالد حبلص. الشيخ بلال دقماق اسم آخر يهوي في طرابلس وهو خارج البلاد، من هو؟ تاريخ طرابلس عندي يعني حركة التوحيد عبارة عن مجموعة جمعيات وحركات وجماعات. الشيخ بلال دقماق اسم يضاف إلى لائحة الشخصيات الطرابلسية التي بدأت تتهاوى وينكشف عنها الغطاء. هذه الأسلحة التي وجدت في منزل والده وأكدها الجيش في بيان رسمي يتفاوت تعليق دقماق عليها، فبحسب البيان يؤكد أنها قديمة. أما في اتصالنا الهاتفي به فيؤكد أنه يخزنها ولكن لا تعود إليه. أولاً لا يوجد أسلحة ثقيلة، ثانياً لبنان يعني لا يخلو منطقة أو لا يخلو بيت إلا فيه سلاح، وإذا طبيعة الحال السلاح ليس لي، إنما هو يعني أنا يعني جبت لهون من أجل منع حدوث أي فتنة أو أي شيء قد يحصل مع أي أحد. لذلك يعني ليس الأمر المهم، هناك من يمشي بالسلاح في الشوارع، هناك من يؤدي يحمل سلاح مثل الأيام وهذا منذ كم يوم على التلفاز أعلن ذلك يعني. وهناك يوجد أسلحة في الضاحية وغيرها ويقيمون حوالي الزنا وهناك. فأمر طبيعي أن يكون أي أحد عنده سلاح في هذه الظروف، وأعتقد أن الأجهزة الأمنية والقضائية تراعي مثل هذه الأمور طالما أن السلاح لا يستخدم في سبيل العنف أو التطرف أو ما شابه ذلك. يعني عندي يعني هؤلاء الأسلحة ليسوا لي أصلا مثل ما قلت لك. لمن هؤلاء السلاح؟ طيب لمين؟ لا أستطيع، هذه أتركها للقضاء وللأجهزة الأمنية المختصة، هي التي لها حق أو من حقها تعرف لمن هذا السلاح. وأعتقد أن قيادة الجيش والصديق والحبيب
العميد عامر الحسني يعلم من هذا الشيء بشكل طيب. وانا عندما اعود الى لبنان ان شاء الله في طبيعي سيكون هناك مسؤول امام الاجهزه المختصه ونتفاهم على هذا الامر. يعني هل ستعود الى لبنان؟ يعني انا اترخص اكيد اكيد اعود الى لبنان، هذا حقي وهذا من حق الاجهزه الامنيه ان تستفسر على الموضوع، نحن مع الامن ومع الجيش في حق. طيب ماذا تفعل في تركيا الان؟ ان يهرب منه. والله انا اشتغل بالادوات الكهربائيه، كنت احاول شراء بعض البضائع لنقلها الى لبنان، ولكن ربما سأغير الفكره بشكل كامل. لطالما كانت صفه الشيخ محل خلاف مع المشايخ السلفيين الذين ينتزعونه منه مؤكدين انه منتحل الصفه. هل انت شيخ او مش شيخ؟ والله في ناس انزع عن الصفه وفي ناس انا انزع عنهم الصفه، انا عندي شهاده موجوده من محصل عليها من سوريا مع لصاص في الاحوال الشخصيه الشرعيه، وانا يعني كنا في بعيد الشيخ بتاعت الشيخ واعتقد نظامي اطول نظامي، فهذا حقهم يعني هم يستطيعون ان يسمون الاشياء كما يريدون، كما انا لي الحق ان اعتبر بعضهم انا ليس شيخا ايضا. لمحه عن حياه الشيخ بلال دقماق. بدأ حياته السياسية والدينية مع الشيخ داعي الإسلام الشهال، وكان واحداً من شبابه مدة طويلة. تصفه شخصية طرابلسية بأنه الابن المدلل لوزير العدل اللواء الشريفي الذي كان ينقذه من كل مأزق يقع فيه، فكان دقماق الولد المطيع. وكانت تجمعه علاقة متينة بقائد محور باب التباني الموقوف زياد علوكي. بلال دقماق هو ابن مدينة طرابلس من مواليد عام 70. في عام 90 أسس جمعية إقرأ التي تعنى بالقضايا السياسية والاجتماعية والإعلامية بحسب قوله. لا ينسب إليه مقاتلون لبنانيين، فهو كان مختصا بالملف السوري في الشمال ومع بدء الأحداث السورية. وبحسب معلومات الجديد فأنه كان يقدم المساعدات إلى المنشقين عن الجيش السوري ويعالج المصابين من المقاتلين ويأويهم في منازل بمحيط منزله. هل يعود حقاً بلال دقماق الموجود في تركيا إلى لبنان أم سيضاف إلى لائحة المطلوبين المفقودين؟ وما الأسماء التالية التي تخبئها الأيام المقبلة؟ ابن فواز، قناة الجديد. لماذا ضاع شادي المولوي؟ ابحثوا في الأرشيف. لحسن حظ الناس ولسوء حظ السياسيين لوسائل الإعلام ذاكرة أرشيفية لا يمكن طمسها ولا تجاوزها، فالأرشيف لا يرحم حينما يتعلق الأمر بقضية كقضية شادي المولوي، ولا يستطيع السياسيون أن يغسلوا أيديهم من دماء ضباط الجيش اللبناني وعناصره الذين سقطوا بنيران شادي المولوي الذي أطلق سراحه بضغط سياسي ونقل بسيارة وزارية إلى منزل رئيس الحكومة قبل أن يعود إلى متابعة مخططاته الإرهابية. العودة إلى الأرشيف تؤكد خطورة المولوي الأمنية، كما قال لوسائل الإعلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وأضاف إن هذا الملف ذو تبعات كبيرة وإن له بعدا دوليا وآخر محليا. الأرشيف يؤكد أيضاً على لسان وزير الداخلية مروان شربل أن المولوي متورط في ملفات أمنية وأنه ما كان ليوقف لولا تورطه. بقدر بقول لك أنه لو القاضي سقر كلنا ما بنعرفه، مشهد له بنزاهته ومشهد له بانضباطيته، لو كان شادي المولوي ما على شيء كان انترك. لكن السياسيين من أطراف متخاصمة قرروا اللعب انتخابيا بملف شادي المولوي، قدموا مصالحهم الانتخابية على الأمن العام، وأطلقوا سهام انتقاداتهم على من أوقف من سيتبين أنه كان من أخطر الإرهابيين على أمن الدولة. تنظر إلى طريقة اعتقال أحد المواطنين في مكتب وزير ونائب حالي، هي أقرب بشكلها إلى الخطف، وبالتالي تثير الريبة. وزير المال طلب بالإفراج الفوري عن شادي مولوي. إنما حصل اليوم مرفوض جملة وتفصيلا من قبلنا. رضوخا لضغوط السياسيين أطلق القضاء سراح المولوي، وتغير لسان حال وزير الداخلية آنذاك، وارتمى الإرهابي الشاب في أحضان السياسيين. وأنا بأكد لك إنه القاضي اللي أخذ القرار اليوم كان قرار صائب
لأنه الاتهامات منها الاتهامات المهمة، انترك بسند إقامة بكرة حيرجع يتحاكم، وإذا بعد بيّن إشياء أهم من هيك بيرجع بيجي وبتحقق معه وبتحاكم مرة تانية. شادي المولوي يصل إلى مدينته طرابلس بسيارة الوزير محمد الصفدي، ويلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد احتفال أقامه أهالي طرابلس له في ساحة عبد الحميد كرامي. إن إطلاق سراح المواطن شادي المولوي لا يلغي حقيقة أنه سبق أن تعرض إلى ما يشبه الاختطاف في مدينة طرابلس من قبل جهاز أمني رسمي. إطلاق سراح شادي أعاد لأن جميعا كرامتنا وعزتنا بهذه المدينة، واليوم وجود شادي بيننا ونجع على المكتب من حيث اعتقل هو إعادة اعتبار كذلك الأمر لمصداقية ونزاهة مكتب الوزير الصفدي. المحطة الأخيرة للمولوي قبل وصوله إلى منزله كانت في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي التقاه وهنأه على السلامة. الحمد لله على السلامة وشكرناه نحن. طيب شادي، سؤال، أنت حضرتك يعني اعتقلت من مكتب الوزير الصفدي واليوم رجعت لك لمكتب الوزير الصفدي ولقائك الرئيس ميقاتي، يعني دليل على أنه أنت ما عندك مشكلة مع حدا من الأطراف السياسية هون، يعني تفهمت اللي صار من أول؟ هذا دليل أنه إحنا ما عندنا مشكلة أبدا مع أحد الأطراف السياسية، وهذا دليل على عزة طرابلس وأهل طرابلس يعني وشباب طرابلس. بسبب تلك التصريحات خرج شادي ووجد غطاء سياسيا يشجعه على إكمال مخططاته الإرهابية، ولولا تلك التصريحات لبقي شادي في السجن ولما ضاع شادي. قبل 5 سنوات على انطلاق مسار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان انطلق مسار الإرهاب في لبنان، وبعد سنوات من زمن العدالة نعود إلى نقطة الصفر. الحلقة الأولى من سلسلة تحقيقات عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان للزميل جاد غصن. عام 2005 قررت السلطة السياسية في لبنان أن القضاء اللبناني عاجز عن إحقاق العدالة ومعرفة الجهة المسؤولة عن اغتيال الرئيس رفيق الحريري. طبعا هنالك أثر كبير للمحكمة الخاصة في لبنان على الثقافة القانونية في هذا البلد. بدأ من انهيار الدولة بأمها وأبيها إثبات لفرضية هؤلاء. الموقوف أحمد ميقاتي يعترف لدى استجوابه أنه كان يسعى لاحتلال قرى في الشمال تمهيدا لإعلانها ملاذا آمنا للمسلحين. ولكن مهلا، قبل الاستسلام لفرضية الحاجة إلى وصاية قضائية على لبنان، رواية يجب أن تروى. هنا في سد البوشري نصب لعقيد شهيد من الجيش اللبناني يذكر أحمد ميقاتي جيدا. أهل السلطة من الحريصين على الجيش والقضاء والأمن والاستقرار في لبنان لم يتذكروا هذا الضابط الشهيد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. بال2000 طلعت مجموعة من المغاوير على الضنية لأنه كان في معلومات أنه في خلايا بدهم يعملوا يأسسوا لمشروع دولة إسلامية. بياخد ميلاد معه 6 عسكرية كان في المبنى 19 مسلح. بيستشهد 4 من المرافقين وبيهجموا على ميلاد وعلى العسكري اللي معه اسمه محمد ملص وبيأسرون. ومن وقتها بلشت جلجلة. ما أشبه الأمس باليوم، من الضنية إلى الضنية، ومن أسر للجنود إلى أسر للجنود من جديد بعد نحو عقد ونصف. دماء ميلاد النداف تشهد على كذب فرضية أهل السلطة. ففي تموز عام 2000 وبعد 6 أشهر فقط على وقوع معركة الضنية، أصدر المحقق العدلي وقت ذاك حاتم ماضي قراره الاتهامي المتضمن أسماء كثيرة
بينها أحمد عبد الكريم السعدي المعروف بأبو محجن، بينها أيضا داعي الإسلام الشهال، والأهم بين هذه الأسماء اسمه أحمد سليم ميقاتي الذي أشعل اعتقاله الشمال بكلفة 11 شهيدا من الجيش اللبناني. أرخص شيء بالنسبة للسياسيين هو دم العسكري، هذا الدم ما له ثمن. القضاء اللبناني قام بدوره، ذلك قبل أن يلتئم اللاهثون وراء عدالة المحاكم الدولية ليصدروا قرار عفو عن معتقلي الضني جميعا، توازيا مع العفو عن رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع. إن أهمية المحكمة الخاصة بلبنان تكمن في أنها أول محكمة أنشئت في الشرق الأوسط لملاحقة ومعاقبة الجرائم الإرهابية، بالإضافة إلى سياسة منع الإفلات من العقاب. غير أن القرار السياسي عينه الذي أنشأ المحكمة الدولية لمنع الإفلات من العقاب صوت بشبه إجماع على قرار عفو ليفلت من العقاب من أفلت، وليؤسر من الجنود من أسر، وليقتل من اللبنانيين من قتل. هل قرار إنشاء المحكمة الدولية من مهربي الإرهابيين إشارة توبة أم غوص في الدماء؟ فلتفتح ملفات المحكمة. جاد غصن، قناة الجديد. في متابعة لملف مخيمات اللاجئين السوريين في القرعون الذي تحول إلى منازل، اتحاد الجمعيات الإغاثية يبرر فعلته. تقرير ليال بوموسى. مخيم أسمنتي للنازحين السوريين قرب بحيرة القرعون تعرفنا إليه وإلى عدد من قاطنيه في الجزء الأول من هذا التحقيق. سجلت بالأمم وبعدين لغوني. وهون شو بتعمل؟ بتدفعوا أجار يعني؟ لا ما بدفع أجار، بياخدوا منا بس أجار كهرباء. هذا جامع هذا بس ومستوصف ومدرسة مع الأيام يعني. قطري هو هو اللي عمر للاجئين، عاد هو كل شهر بيبعث لنا. بجوز واحد من الكويت بس ما بعرف، مش متأكدة. بس يعني المساعدات عن طريق الكشاف تجينا لهون. الكشاف المسلم الذي يدير شؤون اللاجئين في المخيم أحالنا على اتحاد الجمعيات الإغاثية التي قامت ببنائه. في قرار إنه خلص في هالمخيم العمل في لجنة جمعية اتحاد الجمعيات الإغاثية، هن اللي بنوه هن مسؤولين عنه يعني، نحن ككشاف بس مندير شؤون اللاجئين. واتحاد الجمعيات الإغاثية أحال الفكرة في أساسها إلى مخيم شبابي للكشاف المسلم. في جمعية الكشاف المسلم فوج القرعون عاملين مشروع مخيم كشفي، مخيم شبابي كشفي، وعم بيسوقوا للمشروع، وعمل الديزاين تبعه بفتكر من 3 سنين بلشوا تسويق له. اجى المشروع كمشروع مخيم شبابي كشفي وهي، فكان في مشكله بالموضوع بكميه من النازحين، فانطلب من الكشاف المسلم فوج القرعون انه يحط هذه المجموعه من اللاجئين اللي هي حوالي 30 ل 40 عائله يحطهم بالمخيم. اول شغله الارض هي لجمعيه من الجمعيات الاعضاء بالاتحاد، انشرت قبل ما يتاسس الاتحاد. الارض هي جمعيه البر اسمها. هذا الارض انعملت تكون مخيم شبابي، وبعد ما ومع الوقت صارت انه مخيم للاجئين. لا نختلف على ان مخيم القرعون يختلف عن سائر مخيمات اللاجئين السوريين، لكن ما حكي او حيك من ان المشروع لم يكن في الاساس سوى مخيم كشفي لشباب القرعون فيه كثير من الشك، وخصوصا بعد توقيف المشروع مرارا لغياب الترخيص. من اخذتوا رخصه تتعمروا لهذا الشيء؟ العمار شو اسمه هونيك بدوش رخصه. بس صار في توقيف اول شيء للعمار؟ لا صار التوقيف اذا انت لاحظت في البناء الثاني هذا الكبير، جامع ومدرسه. المدرسه هو حيكون مدرسه، هذا اللي توقف. ليه توقف؟ توقف لانه خلص ما اجل القرار من المحافظ بتوقفه، فنحن التزمنا بقرار المحافظ ووقفنا. وانتم اذا عم تعملوا شيء وقت ليه بده يكون في مستوصف وجمعيه مستوصف وجامع؟ قلت لك لبعدين للمخيم الشبابي اللي بده يكون مركز ومدرسه لمخيم الشباب. قلت لك مستوصف، انا هو جزامي فكروا مدرسه مش انا اللي فكروا مدرسه. مدرسه ام ليست مدرسه؟
في ظل هذا التناقض نترك لكم أن تستنتجوا. جامعة ومدرسة. مدرسة وحيكون مدرسة. مركز. مدرسة لمخيم الشباب. قلت لك مستوصف. أنا هو جامعة فكروا مدرسة مش أنا اللي فكروا مدرسة. طيب ومين وراء تمويل هذا المشروع؟ ما هذا مشروع معمول لك مثله مثل غير مشاريع ف يعني أي دولة يعني مولي. ما في دولة لا ما في دولة ما أنا بيقولوا لي قطر هلا شو يعني شو معرفه هو شاف بشوف تجي مساعدات لعنده بيتوزع بتعرف أنت إنه مثلاً أوقات بيصير في توزيع معين إذا حصص غذائية مثلاً بيكون في من جمعية قطرية أو من جمعية كويتية بتنحط صورة علم الكويت أو علم قطر على البوستر حتى يتصورهم بعد تقرير أما أكثر من هاد ما في شيء يعني نحن متمول من طريق جمعيات NGOs international NGOs ما في عندنا نحن دولة تمولنا إنه هذا العقد بيتعهد هو بالحفاظ على هذه الغرفة لمدة سنة من تاريخ لمدة سنة بيحق له يسكن فيها. يعني هلا قد ايه باقي لهم من السنة لحتى يروحوا؟ في عيال اجت بشهر 9، بشهر 10، بشهر 12، بشهر 1 حسب. اتحاد الجمعيات الإغاثية يوقع عقودا مع النازحين لمدة سنة قابلة للتجديد لمساكن بنيت من دون موافقة الدولة. فأين دولتنا التي تمدد لنفسها من مسألة امتداد المخيمات؟ ليال بوموسى، قناة الجديد. وزارة البيئة تقسم خريطة عمل سوكلين إلى مناطق عدة في انتظار المناقصات، والشركة توضح موقفها. تقرير رامز القاضي. القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء ويقضي بوقف العمل بالعقد الموقع مع سوكلين وعدم التجديد للشركة المتعهدة وبفتح باب المناقصات وعرض لدفتر الشروط في غضون 15 يوما شرحه وزير البيئة محمد المشنوق في مؤتمر صحفي معتبرا أن أهم ما حدث أن لا عملية تجديد لعقود سابقة في موضوع النفايات. أهم شيء أيضا أنه تحت وطأة الوقت الذي بدأ يتراجع ما في قدامنا أقل من 77 يوم لم يعد هناك من مجال لإعطاء مهل، بدنا نقصر المهل بقضايا المناقصات. المناقصات ستكون على 5 مناطق اللي هي بتشمل 3 محافظات مقسمة بطريقة خدماتية، يعني مناطق تخدم على صعيد النفايات، وبالتالي العقود بالنسبة للكنس واللم والنقل ستكون في هذه المناطق الخدماتية. إلا أن كثيرا من علامات الاستفهام ومنها التوزيع الطائفي طرح على هذه الصيغة الجديدة، إذ قسمت محافظتا بيروت وجبل لبنان 4 مناطق خدماتية، الأولى تضم الشوف وعلي وجردب عبدة فيما يشكل ساحل المتن الجنوبي المنطقة الثانية، أما المنطقة الثالثة فتضم بيروت الإدارية وساحل المتن الشمالي، ومن المرجح أن تبقى في عهدة شركة سوكلين، فيما تضم المنطقة الرابعة ما بقي من المتن وكسروان، إلا أن المشنوق عزى الأمر إلى تقسيم جغرافي بحت نافيا أن يكون لسوكلين الأفضلية. ما في شيء حدا بيقدر يعطي حدا في مناقصة شفافة رح تكون معمولة بأفضل الأصول وأسرعها وبشفافية كاملة وبإشراف وموافقة مجلس الوزراء، يعني ما رح يكون في لحدا أفضلية على حدا. في شيء أكيد أنه سوكلين أبدت كل استعدادها أنه تأمن فترات الـ إذا بدك تعطيه أسبوع أو أكثر أنه بيمرقوا هالشي بدون ما يكون عندهم إشكال، بس هذا ما بيعطيهم أفضلية على أي جهة أخرى بدها تدخل. شركة سوكلين التي أدارت هذا القطاع منذ عام 93 بتلزيم من مجلس الوزراء ستستمر في عقدها الممدد من عام 2010 6 أشهر إضافية ريثما يجري الانتهاء من المعامل الجديدة. الناطقة باسم الشركة كارولين نصار تقول أن سوكلين ستدرس دفتر الشروط وفي ضوئه تقرر المشاركة في المناقصة أم لا، وترد على الاتهامات التي شملت الشركة طوال هذه الفترة. بس هلا طبيعة الحال رح تفرق كثير، لأنه أنتو يعني يحكي أنه كمان مسألة كلفة النفايات أو كلفة هذه الخدمة كانت كثير مرتفعة يعني بمقارنات مع باقي المناطق ومع شركات تانية. ما فينا ما هي لا تصح المقارنة مع غير مناطق، لأنه نحن العملية المتكاملة اللي عم نقوم فيها من لحظة لم وكنس النفايات عن الطرقات إلى حين فرزة وإعادة تدوير ما يمكن إعادة تدويره وبالآخر نوصل للمرحلة النهائية اللي هي التمر، ما في ولا أي شركة بلبنان عم بتقوم بكل هالمراحل تنقدر نقارن الأسعار. وإذا بدك تقارنها مع البلدان برا بأوروبا أو بوين ما كان بالعالم، لا ما فيك تجي تقول إنه نحن الأغلى عالميا. وبالإضافة إلى عملية حسابية فينا نقوم فيها يعني بعدين بتشوف أنه عم يتوقف على المنزل بين 16 دولار ل 20 دولار على كل هالعملية. عرفت شو قصدي؟ مش مرتفعة يعني 160 دولار على الطن على الخدمة اللي نحن عم نقوم فيها؟ لا ليك في كتير أقاويل
طاولت شركة سوكلين وهيدي احداها يعني، بس لا مش مزبوط. نحنا زدنا خطوط الفرز يلي الدولة قدمت لنا 3، نحنا زدنا 6 من عنا، يعني صار عنا 9 خطوط فرز يدوي و5 بالمكانات عم نقوم فيها بفرز النفايات. ربما خرج ملف النفايات من حصرية إدارة سوكلين للقطاع، لكنه على ما يبدو سينتقل إلى إدارة شركات يرعاها زعماء المناطق والطوائف مباشرة، بحيث لكل ديك مطمره. رامز القاضي، قناة الجديد. أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن طرابلس أثبتت أنها مدينة الاعتدال والانفتاح والتسامح، وليست مدينة تحتضن الإرهاب كما يسوق لها. وشدد على أهمية المبادرة التي أطلقها الرئيس سعد الحريري للحوار لا سيما مع حزب الله. طرابلس شاهد على أن أهل السنة هم أهل الدولة بكل مؤسساتها، وأهل الجيش أيضا لولا بعض الهينات الهينات. وبعتقد هيدي الغرف السوداء اللي بتفبرك كل الأوقات إشاعات عن التطرف وعن البيئة الحاضنة، صار هي بدها فحص إذا كان فيها بقي فيها وطنية أو صارت كلها عميلة للخارج. في ذكراه التسعين يعاني الحزب الشيوعي اللبناني أزمة خلقت تكتلات معارضة، فهل بيمشي وبكف الطريق؟ تحقيق للزميلة ألين حلق. ربما هي المرة الأولى التي يقوم بها الحزب الشيوعي اللبناني بنوع من الاعتراف والنقد الذاتي العلني في ندوة طرحت أزمة الحزب في خلال مهرجان الذكرى 90 لتأسيسه. هذا الاعتراف كان واضحا من الكاتب بول أشقر الذي قدم توصيفا لهذه الأزمة، ومن الأمين العام نفسه الدكتور خالد حديدي. هذا الجسم الذي اعتقد نفسه يوما طليعيا ستقدمه من الأطراف، بداية ستعطل أجزاء منه، ستفتته وتجبره على التقوقع كما بدأ يحدث. نحن بالأساس حزب مأزوم، وفوق ذلك لأننا حزب مهزوم. اعتراف حديدي وأشقر لم يشفي غليل شباب الحزب، فتحدثوا مطولاً، انتقدوا وطالبوا ببرنامج واضح وصريح، والأهم بعودة المناضلين القدامى إلى كنف حزب بدا واضحاً تحوله إلى كتلة معارضات في وجه قيادة اتسعت الفجوة بينها وبين القاعدة. نحن عندنا أزمة نهج داخل هالحزب، بعيداً عن تصنيفات اللي عملتيها هلأ معارضة ومدري شو قيادة، هذه بعيداً عن كل هالحكي اللي برأيي ما كتر بيوصل لنتيجة. في أزمة نهج، شو بدنا من هالحزب، كيف منقود هالحزب، شو الخط السياسي تبع هالحزب، وبالتالي كيف منشغله لهالحزب. في أزمة أكيد ما في شك، كل الأحزاب اللبنانية عم تمرق بأزمة نتيجة هيدا النظام الطائفي اللي عم بيعوق تطور العمل السياسي والعمل الحزبي، واللي بحد كبير إذا بدك قتله وغير مفهومه. لا ننكر أنه هناك أزمة، هيدا شيء مسلم فيه صار، بس الأمل كتير كبير. الاعتماد الأولي بالنسبة لي على القاعدة الشبابية اللي هي بتنهض بهذا الحزب، وهي أمل هذا الحزب للمستقبل. برأيي أنه خلينا نطلع شوي من الخلافات الضيقة اللي هي بتنحل وبتطلع ونخرج شوي من الكونتونات، الأشخاص اللي موجودين عنا اللي هني كانوا سبب للأزمة بكثير من المراحل، يوعوا الشباب أنه نحن مستقبل هذا الحزب الواضح والصريح، وننشئ فعلياً عمل وبرنامج واضح ضمن نتاج علمي نقدر ننهض فيه للمستقبل حتى نبني هذا الجيل اللي جاي. نحن جيلنا كان بين نقيضين، نقيض الجيل الأسبق ونقيض الجيل الجاي، حرقنا بمطرح معين. نأمل أنه نحن نكون عم نعطي هذا الجيل اللي جاي الوعي والثقافة والمنهاج الصح للشيوعيين، نخطي ونمشي ونكفي الطريق الصحيح يعني. في قاعة المحاضرات انتشرت صور إنجازات الحزب على مدى 90 عاماً، وكي لا تبقى صوراً على حائط يحتاج الحزب الشيوعي اللبناني إلى تغيير غير نمطي، تغيير تنظيمي ينشده الجميع. أزمة الحزب الشيوعي تترجم أزمة بلد بأسره، بين قيادة ومعارضة تقف القاعدة الشعبية تحلم بسن ديانتها الحمراء وتنتظر برنامجاً ينهض الحزب من كبوته لتمشي وتكفي الطريق. من الأونسكو، ألين حلاق، قناة الجديد.
حال ترقب تسود اعتصام أهالي المخطوفين في رياض الصلح، وشقيق أحد العسكريين المخطوفين يؤكد للأناضول أن النصرة وداعش تتجاوبان. صمد أهالي المخطوفين في خيام اعتصامهم تحت الأمطار، ولا الأمطار ولا العواصف ستجبرهم على ترك مواقعهم قرب مركز القرار في رياض الصلح. أم خالد مقبل التي حاولت إحراق نفسها بدت أكثر هدوءاً، تلاعب أولاد ابنها الوحيد فيخففون عنها وطأة المأساة ولو لحظات. ابني وحيد وربيته يتيم، أنا ربيته بدموع عيني وما عندي غيره، وبعدين ما بقى عندي شيء، ما بقى عندي يعني قست من هالحياة، شو بدي أعمل؟ لا بحرق حالي قبل ما يموت ابنه. الهدوء بين الأهالي مرده إلى 48 ساعة أخرى هي مهلة جديدة للحكومة قبل العودة إلى التصعيد. جينا شبه هيك تطمينات من فوق إنه الحل في يعني تجاوب بهذا الموضوع، وإن شاء الله خير، يعني بعدنا على استكمال المفاوضات لحتى نعرف شيء المزيد من الموضوع. بعدكم على مدة 48 ساعة اللي أطلقتوها مبارح؟ أكيد أكيد، ما عندنا خيار تاني، هلا إن شاء الله يكون كل شيء فيه إيجابي لحتى نوقف كل هالمواضيع كلها، ونحن حابينها، بس في حال إذا لا تعصرت لا حنا نقوم بكل ما أتينا من قوة. وكان الوسيط القطري قد وصل إلى عرسال بعد ظهر الخميس حيث التقى المجموعات الخاطفة. صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير. قرر النائبان بطرس حرب ودوري شمعون السير قدما في التمديد للمجلس النيابي على أن يحدد عدد المسيحيين الذين سيحضرون الجلسة ميثاقيتها. نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين، نعم مرغمين، للقبول بما لا يمكن أن نقبل به في ظروف أخرى، أي للقبول بتمديد استثنائي بغيض لمجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية. سأل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض عن مصير الهبات التي وعد بها الجيش اللبناني، داعيا الحكومة إلى التعاطي مع الهبة الإيرانية بمسؤولية وطنية. والجيش يحتاج إلى قدرات وإمكانات تتيح له أن يقوم بدوره، لذلك وفي هذه المناسبة وعند هذه النقطة نتساءل عن الهبات التي أقاموا الدنيا حولها إعلاميا وسياسيا وتحركوا في سبيلها على عجل وعلى نحو طائر، لكن على الرغم من ذلك مضت أشهر ولم تأتي هذه الهبات وهذه المساعدات. استقبل قائد الجيش العماد جون قهوجي النائبة بهية الحريري التي قدمت له التعزية بالعسكريين الشهداء، وأعربت الحريري عن دعمها للمؤسسة العسكرية في مواجهة الإرهاب. زار وزير الخارجية جبران باسيل المقر العام لليونيفيل في الناقورة، واطلع من قائد البعثة الدولية لليونيفيل الجنرال لوتشيانو بورتولانو على شرح مفصل عن طبيعة مهمات اليونيفيل في الجنوب لجهة تنفيذ القرار 1701 والتعاون الوثيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل. في عنا تحديات كبيرة طبعا عم بيواجهها كل العالم اليوم من إرهاب بأشكال كثيرة، نحن منسعى ومنوجه من هون رسالة إلى عدم المزج بعناصر متفجرة على الأرض اللبنانية، لأنه نحن عم نسعى للسلام. قضائيا أخلي سبيل الشابين مصلح ساري الدين ورامي البتديني بسند إقامة في القضية المرفوعة ضدهما من النائب نقولة فتوش على خلفية قضية الموظفة في قصر العدل بعبدة منال ضو. رئيس جمعية تجار زحل إلي شلهوب يتقدم بشكوى ضد أصحاب المولدات لمخالفتهم تسعيرة وزارة الطاقة. تقدم رئيس جمعية تجار زحل إلي شلهوب بشكوى أمام مصلحة الاقتصاد في البقاع كمال شاهين ضد أصحاب المولدات الخاصة في زحل لمخالفتهم التسعيرة الرسمية التي حددتها وزارة الطاقة. كجمعية تجار زحل تقدمنا بشكوى لحتى نعالج الموضوع هذا، لأنه الأوضاع ما عادش تنحمل ولا بأي شكل من الأشكال. تخيلوا أنه أنتم 5 أمبير صار عم نقدر ندفع عليها بمدينة زحل بحدود 225,000 250,000، هذا الوضع صبح غير محمول نهائيا. وطالب وزارة الاقتصاد بالتحرك وملاحقة المخالفين وبوقف ابتزاز المواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود.
مواجهات واشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس المحتلة ومدن الضفة، وإسرائيل تقمع المسيرات المنددة بممارساتها التعسفية وخططها التهويدية للمسجد الأقصى. إغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى طوال يوم الخميس وقراره إعادة فتح يوم الجمعة مشروطاً بمنع المصلين ما دون 50 من دخوله لأداء وصلاة الجمعة لم يشفعا لفلسطينيين، بعدما نشر الاحتلال نحو 1000 من قواته الأمنية، بحيث لم يتمكن سوى عدد محدود من المصلين الوصول إلى المسجد بعد اجتيازهم نقاط التفتيش التي نصبتها إسرائيل في أعقاب اشتباكات بين الفلسطينيين وشرطة مكافحة الشغب على خلفية قتل الاحتلال الإسرائيلي الأسير الفلسطيني المحرر معتز حجازي بتهمة محاولة اغتيال الحاخام يهودا شمعون غليك أحد قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف. واستنكارا للتعسف الإسرائيلي والاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى وسكان القدس المحتلة، أعلن الفلسطينيون يوم الجمعة يوم غضب بناء على دعوات صدرت عن حركتي فتح وحماس، وقعت فيه المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في أحياء بالقدس الشرقية أطلق فيها الإسرائيليون القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاه المحتجين الذين ردوا برشقهم بالحجارة بعدما فرغوا من صلاة الجمعة في الشارع الرئيس في حي وادي الجوز القريب من المسجد الأقصى. وفي الضفة الغربية أطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاه المشاركين في مسيرة خرجت من مخيم قلنديا للاجئين باتجاه حاجز قلنديا العسكري الفاصل بين القدس ورام الله، ما أدى إلى إصابة 5 شبان، إصابة أحدهم خطرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق على الحاجز من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. إحنا كشعب فلسطيني لا يمكن أن نسلم لهذا العدو بما يقوم به تجاه مسجدنا الأقصى وتجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وفي مدينة الخليل أصيب العشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع وبجراح من جراء إصابتهم بالرصاص المطاطي في خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرة عند باب الزاوية في وسط المدينة. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد بلاده لمساعدة السنة في العراق على مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، مطالبا التحالف الدولي بتوسيع عملياته في سوريا. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند عقب محادثات بينهما في باريس إن الجيش العراقي غير قادر حتى الآن على التحرك الناجح ضد تنظيم الدولة. وفي السياق أضاف أردوغان إن التحالف الدولي يركز أكثر من اللازم على مدينة كوباني القريبة من الحدود التركية، مطالباً التحالف بتوسيع تحركاته لتشمل مناطق أخرى. أولاند من جهته قال إن بلاده تعلم بوجود نوع من التحالف بين تنظيم الدولة الإسلامية والنظام السوري. استقالة الرئيس بوركينا فاسو وتسليم مقاليد الحكم للعسكر. بعد التحركات الشعبية العارمة التي شهدت أعمال عنف انتهى حكم رئيس بوركينا فاسو بلايس كومباوري الذي دام 27 عاما بعد تقديمه استقالته مطالبا بإجراء انتخابات نيابية في غضون 90 يوما من اليوم. سمعت الرسالة واتخذت الإجراءات والموقف المناسب والمنسجم مع التطلعات الكبيرة باتجاه التغيير. مع حل الحكومة تسلمت قيادة الجيش البوركيني السلطة، ليعلن قائد الجيش نابيري تراوري أن واجبه قيادة المرحلة الانتقالية داعيا إلى الهدوء والعودة إلى موجبات الدستور البوركيني. نعلن حل المجلس النيابي وحل مجلس الوزراء، وسيحل الجيش مكانهما بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة بهدف إعادة انتظام الحياة السياسية بناء على مقتضيات الدستور خلال سنة كحد أقصى. المتظاهرون كانوا قد اقتحموا المجلس النيابي وأضرموا النار فيه وحطموا مجسمات وتماثيل لكومباوري في مناطق عدة، ورافق ذلك اشتباكات بين الموالين والمعارضين للرئيس في العاصمة البوركينية واغادوغو قبل أن تهدأ بعيد إعلان كومباوري استقالته. وفي ختام هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين: مصادرة أسلحة وقذائف من منزل لبلال دقماق في طرابلس. هذا الشيء أصلاً ليس لي.
تحرير الإرهاب والمحكمة الدولية بتوقيع واحد. من العقيد ميلاد النداف إلى تجار الدم والسلطة تحية. مخيم النازحين في القرعون الذي تحول إلى منازل. هذا الأرض انعملت تكون مخيم شبابي. بعد اليوم لكل منطقة سكلينها. بجوز يكون الشركة واحدة، بجوز يكون خمسة. بالتكافل والتضامن، حرب وشمعون مرغمان. للقبول بتمديد الاستثنائي. الاحتلال يعيد فتح المسجد الأقصى وسط توتر شديد. في ختام النشرة شكراً لحسن المتابعة. الموعد المقبل عند 11:30 من هذه الليلة، فإلى اللقاء.